إجراءات جديدة للمراقبة الطرقية وتغيير في درجات المخالفات. يتعلق الأمر بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية المعمول بها، وعدم الخضوع للفحص التقني، عدم استبدال رخصة السياقة من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني، والبطاقة الرمادية أيضا. الآن المشرع والتي عاقب على عدم تبديل الرخصة، حامل الرخصة، كما كتعرفوا البيرمي القديم ديال الكاغيط أحمر، كاين بعض الناس اللي مازال تقاعسوا ما بدلوش. إذن اللي تضبط عنده أن هذا البيرمي أحمر مازال يعني في المراقبة الطرقية، تيخلص غرامة من الدرجة الثالثة اللي هي 300 درهم، وكيتسحب له الرخصة ديالو، كيعطيه واحد الوصل باش صالح لمدة 90 يوم باش يعاود يصاوب الدوسي جديد. علاش؟ باش تكون عندنا واحد كما كتعرفوا الحامل الجديد إلكتروني، فيه بيس الكتروني، هذاك باش يعاون ما امكن باش تكون يعني القاعده ديال المعطيات عندنا تكون موحده، هذه صفه عامه. بالنسبه للتعديلات اخرى مثلا كاين الفحص التقني، وهذا جد مهم وكنسطر عليه. عمليات مراقبه ستشمل ايضا التاكد من وضع صفائح الترقيم على الدراجات الناريه الكبيره او الصغيره، ومراقبه توفرها على شهاده التسجيل او سند الملكيه. تغييرات قانونية ستنتقل بموجبها العديد من المخالفات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. عدم وضع حزام السلامة قبل التعديل كان ديال الدرجة الثالثة اللي هي غير 300 درهم. الآن نظرا أن بعض الدراسات ديال الحوادث السير وقينا بأن بزاف ديال القتلى وبزاف ديال الجرحى مصابين بجروح بالغة نتيجة عدم وضع حزام السلامة. إذا المشرع ارتع أنه يشدد العقوبة ويرجعها من الدرجة الثانية. تولي 500 درهم عوضة 300 درهم. كذلك بالنسبه للاستعمال الهاتف اثناء السياقه، الان تم تكييف قانوني واضح، لان بعض المرات تتوقف المخالف كتقول له كتهضر في التليفون، تيقول له انا عندي ايباد ولا عندي شي حاجه للموسيقى. القانون مشى ابعد من هذا، قال له دي استعمال الهاتف اثناء السياقه او اي اله يمكن ان تقوم مقام الهاتف هي كتعتبر مخالفه. مخالفات ستتراوح بين 300 الى 700 درهم كغرامه لعدم الالتزام بمقتضيات قانون السير. حوالي 6800 حادثة سير سجلت بين شهري يناير وأكتوبر من السنة الماضية. حرب طرق خلفت خسائر مادية وبشرية جسيمة وسط طموح وإصرار على تقليص هذا الرقم خلال هذه السنة من خلال الإجراءات والتدابير الجديدة، وأيضا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية. رشاء فضلي وكمال غنيم، مدينة تيفي، الرباط.